لأن المجتمع الإسرائيلي لا يريد انتخابات ثالثة، هنالك عزوف حقيقة حتى على المشاركة في الانتخابات إذا ما سوف تقام في الربيع القادم، يعني مارس أذار على الأغلب إذا ما كان هنالك فشل في 21 يوما في أن يكون هنالك تفويض جديد، شخصية جديدة يمكن أن تتقدم قدما وتأتي بائتلاف حكومي. هذا غير معهود في السياسة الإسرائيلية، تاريخيا لم يحدث أبدا بأن يكون هنالك فشل للحزبان الكبيران في تشكيل ائتلاف حكومي. جانب آخر بأن الانتخابات مكلفة ماليا، نحن نتحدث عن قرابة 190 مليون دولار كلفت الانتخابات السابقة، نحن نتحدث طبعا عن جملة من الخسائر الاقتصادية، وناهيك عن عدم استقرار الشكل الإسرائيلي في الاقتصاد الإسرائيلي وغيرها حقيقة من المعيقات اتجاه المضي قدما في انتخابات ثالثة. ولكن أكثر شيء تحدث عنه ريوفين ريفلين رئيس الدولة اليوم في مؤتمر صحفي بأن النتائج سوف تكون نفسها، سواء في الانتخابات التي أقيمت في أبريل أو الانتخابات التي أقيمت في أيلول أو الانتخابات التي سوف تقام في مارس آذار، النتائج لن تتغير، مقعد مقعدين، ولكن النظام السياسي والتركيبة السياسية ستكون نفسها. ماذا عن نتنياهو؟ أين هو الآن؟ نتنياهو سيبقى رئيسا للوزراء لغاية مارس آذار حسب القانون، يعني هو لغاية الآن ما زال متمتعا بالحصانة الكاملة. إذا لم يكن هنالك تشكيل ائتلاف حكومي في 21 يوما سوف يبقى لغاية الانتخابات القادمة، بعد الانتخابات القادمة سوف يكونون بحاجة لأسابيع لإقامة ائتلاف حكومي، يمكن أن يكون هو جزء أو لا يكون جزء. ولكن هذه الحكومة الموجودة الآن حكومة تسيير الأعمال التي سوف يكون عمرها قرابة العام حقيقة في الربيع القادم، تتمتع بكامل الصلاحيات التي تتعلق بالحروب وباتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية، وبالتالي شيئا لن يتغير. الفائدة الوحيدة التي يحاول بنيامين نتنياهو تحقيقها هو أن لا ينهار الكنيسة الإسرائيلي سريعا، وأن يكون هنالك تصويت في موضوع ضم منطقة غور الأردن. هذه ورقة يريد بنيامين نتنياهو أن يلعب بها، ولكن هذا له، والذي عليه بأن هنالك خشية من أن يتم تقديم لوائح الاتهام الخاصة بقضايا الفساد بخصوصه خلال 21 يوما، وإذا تم تقديمه، وعموما هي متأخرة، يعني هذه اللوائح كنا نتوقعها قبل عدة أسابيع ولم يتم إصدارها، وطبعا الأسباب هي إدارية وليست أسباب لها علاقة، يعني النظام السياسي في إسرائيل لا يحتكم لضغوط سياسية إن صح التعبير، ولكن هكذا هي الأمور القضائية تمر ببطء شديد. خلال 21 يوما إذا كان هنالك تقديم للوائح الاتهام، وعموما هو ليس بحاجة أن يستقيل قانونيا ولكن أخلاقيا يستقيل، إذا استقال أخلاقيا عمليا سوف يغادر المشهد السياسي الإسرائيلي ولن يشارك في الانتخابات القادمة، إذا لم يرد ذلك سوف يبقى على سدة الحكم في رئاسة الوزراء. أحمد البودير مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.